أخبارنا الاقتصادية مع وافية خبابة. مساء الخير، مرحبا. مساءك أسعد أهلا. زميلي هارون، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. إذا التصدير نحو إسبانيا خطوة أولى اتخذتها الشركة الوطنية بومار كومباني كباب من أبواب عزمها على اقتحام الأسواق الأوروبية وتعريف بمنتج صنع بالجزائر. نكتشف التفاصيل في سياق تقرير فوزية مساتي. فتح شركة بومار كومباني الجزائر لعدة وحدات إنتاج مختصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية عبر ربيع الوطن لم يكن فقط لسد حاجيات السوق الوطنية، بل وبهدف التصدير أيضا لتكون إسبانيا سوقها الخارجي للمرحلة الراهنة. Si par exemple on pense uniquement au marché algérien, on peut pas développer notre activité. Donc après l'audit, carrément, ils ont passé de faire des flashs, c'est-à-dire des opérations flash. Et après, on est stable là aujourd'hui. Ils ont négocié carrément un contrat de 50 millions de dollars. رقي منتج محلي لشركة بومار كومباني وتطبقه للمعايير السوق الدولية كان أكبر مستقطب للشريك الإسباني الذي سيستورد ما قيمته 250 مليون وحدة لمدة 5 سنوات. اخترنا التوقيع على هذه الاتفاقيات الخاصة بالتصدير مع الجزائر وبالخصوص مع شركة بومار كومباني، أولا لنوعية وجودة منتجاتها، ثانيا لقرب المسافة. ربح وقت توزيع المنتجات من الجزائر نحو إسبانيا دفع بالشريك الإسباني التخلي عن شراكته مع البلدان الأسيوية وتفضيل المواصلة مع الشريك الجزائري. Timing il est important parce que il y a 24 heures même parfois moins de 24 heures mais en dehors ça le client il a visé aussi d'exporter le produit même en Amérique du Sud. بنوعية منتجاتها وإرادة اقتصادية استطاعت الشركة الوطنية بومار كومباني اقتحام السوق الوطنية والدولية لتكون بذلك مثال اقتصادي للمؤسسات الوطنية بامتياز. إذا بعد تقليص كوطة السيارات الجديدة المسموح باستيرادها، تتوقع جمعية وكلاء السيارات المعتمدين تغير خريطة سوق السيارات بالجزائر مستقبلا. إيمان عياش والتفاصيل. سنة بيضاء عرفها سوق السيارات بالجزائر ليتواصل معها المسلسل مع قرار الحكومة والقاضي بتقليص كوطة استيراد السيارات بنسبة 40%، ما يطرح العديد من التساؤلات عن شفافية معايير دراسة وتوزيع الكوطة على كل وكيل. ni à la valeur intrinsèque de l'entreprise et de sa contribution au budget de l'État et sa contribution en termes d'investissement. Donc oui, pour Nissan, je vous confirme effectivement que nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons fait un recours. تقليص الكوطة في السوق وتحديد مدة الصلاحية بستة أشهر لاستيراد السيارات سينعكس سلبا على أسعارها. Deuxième impact, il est lié au nouveau cahier des charges qui a induit des nouveaux équipements, notamment de sécurité. À partir du moment où on équipe plus un véhicule, le prix du véhicule augmente. Ne serait-ce que sur la base de ces deux critères, les prix vont augmenter et on a déjà vu une augmentation de 30-40%. Est-ce que ça s'arrête là si la monnaie reste stable? Oui, ça ne devrait pas augmenter de manière plus importante. Après, les risques, c'est le glissement compte tenu de la loi de l'offre et de la demande. احتمال العودة إلى استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات وتقليص كوطة الاستيراد سيدخل الوكلاء والحكومة في صراع كبير يكون فيها الزبون أكبر الخاسرين. محليا الآن، طلب العديد من المستثمرين بولاية تبسة بالمزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات على هامش الصالون الوطني المنظم بالقاعة متعددة الرياضات بطريق عنابة، وهذا من أجل خلق فرص العمل من جهة وتنويع الإنتاج المحلي من جهة أخرى. التغطية لسليم دريت. نحن نطلب يكون عندنا امبلون شارج كي نستمر في العمل هذا، وقادرين احنا قادرين الاخر نتجاوبوا لملتزمات الولايه فيما يخص البيئه. هذا منتوج جديد محلي
وش راني نقول لك، الحمد لله راني قاعد الليفري. ودركا دركا عندي مشكل واحد، انا كي نجي مثلا للسبيرات ولا حاجه فوالا منتوج جديد شغل ما يعرفوش. تواجهنا بعض المشاكل، من اهمها الوعاء العقاري او الوعاء الصناعي، العقار الصناعي. احنا عندنا مشكله في العقار الصناعي لان مستاجرين مكان تاع النشاط، وان شاء الله نتمنى المشكل هذا يتحل ان شاء الله في اقرب فرصه. إلى ذلك، دعت المؤسسات المستحدثة في إطار برامج تشغيل الشباب بالبيض مدراء القطاعات بالولاية إلى الالتفاتة إليهم ومنحهم حصتهم من المشاريع المبرمجة كما ينص على ذلك قانون صفقات العمومية. نور الدين الرحمن رصد تالي. أننا نتعرض لمنافسة غير نزيهة مع المتعاملين الآخرين. إحنا مؤسسات صغيرة، ما عندناش إمكانية مالية كبيرة، ما عندناش خبرة واسعة، ما نقدروش نسوميسيونو مع مؤسسات كبيرة. ال 20% هو للناس اللي راهم عاطيهم لي ميكرو انتربريز، عندهم الحق باش يسوميسيوني ويكون عنده حصة الأسد 20%. احنا هنا في ولاية البيض راها ما كانش. الحمد لله بارتي دو سيبتوم انا عاطينهم، رانا في الوقت الحالي رانا في مرحلة تاع تقييم بعض المشاريع تاع بعض العروض، احنا ندوهم اون شارج. واش احنا من هذا من باب نقولوا لهم هاد لي زونتربريز يخص يكونوا لي زونتربريز فيابل، صافي كي يجي ويخدم يخص يدير نتيجه باش يطور نفسه بالقدوه، ما يكونش في ان شيفر دافير تاع 12 مليون دينار. نلتقي في الحصاديه الاخباريه باذن الله. الى اللقاء، العوده لزميل هارون وبقيه الاخبار. شكرا وافيا.